هو أنا زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ مش أنا برضو اللي سبتها ورحت اتجوزت رادة؟ ولا أنت عرفت قيمتها لما وقعت والكل سابك وتخلى عنك وفاكر أنها هتستناك؟ أنت بعتها في الأول حتى لو كان غصب عنك، بس كان ممكن تتمسك بيها، كان ممكن تحاول مرة واتنين وتلاتة، لكن انت استسلمت المشاكل وخلافات الأهل، وهي ملهاش ذنب فيها. وأكيد زي ما انت موجوع ومحروق من جواك دلوقتي، هي كمان كانت موجوعة ومحروقة يوم ما عرفت انك اتجوزت رغدة وتخليت عنها وسبتها ودفنت الحب اللي بينكو. اشرب بقى دلوقتي من نفس الكاس اللي دوقته لها. محدش بيصلح الغلط يا أيوب، ولا اللي اتكسر بيتصلح. انت بس زعلان عشان عرفت قيمتها وانك معرفتش ترجعها، بس انت محاولتش ترجعها، فضلت ساكت. يعني كنت عايز نعمل ايه؟ اقول لها عايز اتجوزك وكل المشاكل دي فوق دماغي وكل الناس ماسكالي السكاكين، هي يعني ما قدرتش تصبر شوية لحد ما خلص واخد حق اللي ضاع؟ خلاص خد حقك اللي ضاع، بس خليك فاكر انك ضيعتها مع اللي ضاع. الحمد لله على السلامة. يا جناب ومالك؟ كويس يا باريزا، كويس الشغل ده. شاكرين. بالحق، البت ميرفت كلمتني قالت لي ان السمسار اللي مدام رغدة كلمته عشان يبيع لهم الشقة هيعدي عليهم بكرة عشان يبص على الشقة ويتمنها ويجيب لهم مشتري. شكلها هتبيع بخسارة، واضح انها عايزة تخلع. كل واحد بيحفر قبره بيده. تقلقش يا صاحبي، تقلقش، لو عرفت جديد ما بلغني، ويبقى راضي البت ميرفت عشان تلغيك اول باول. عيب عليك، ده انا عزمتها على احلام بس. ايه، مش هتريح جتتك شويه؟ لا، لو عايز تريح انت رايح، انا مش هنام ولا هرتاح لما تبقى المطبعه دي اكبر مطبعه في مصر والكل يحلف باسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. العب يلا. افتح يلا. اسكت يا ولد. اخلص يلا. بس ما تفزعهمش. ايه ده؟ شوية عقل، دول عرسان يعني نومهم تقيل. ايوه، شايف العقل الكامل؟ نوم احنا نعمل ايه بقى؟ يفتح يلا. عزك يلا. العب يلا. العب يلا. اتجننت ولا ايه؟ العب يلا. العب يلا. المجانين اللي انا. افتح يلا. افتح عزك. افتح عزك. اهلا، ازيك يا انت؟ صباح الفل يا نين عين خالتك. صباح الجمال. صباحية مباركة يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي يا خالتي. اتفضلي يا خالتي. تسلم يا نني عين خالتك. طب ولاد خالتك يا استاذ عزت اللي شايلين الحاجات دي، مفيش ولا اهلا ولا سهلا؟ هو احنا شفافين ولا ايه؟ على دماغي من فوق والله. خش يا واد، دخل الحاجات دي المطبخ. ايه؟ حاضر. بقول لك ايه؟ ايه؟ هي اختي متجوزه مدرب كاراتيه ولا ايه؟ اخرس يلا. حاضر يا ام. امشي. صباح الفل يا عيني. صباح الهنا عليك. العروسه فين امك؟ صباح الخير يا ماما. يا عين امك. صباح الخير يا حبيبتي.
صباحيه مباركه يا عروسه. ان شاء الله يا رب يمد في عمري لغايه اما اشوف عيالك قادر يا كريم. حبيبتي يا ام. اتفضلي 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 يا خالتي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلي. شقه حلوه قوي. يعني ايه ما اعرفش اعمل اعلام وراثه؟ هو مش الراجل مات وبنت الكلب زينب دي اعترفت ان هي اللي قتلته؟ انا وابني الورثه الشرعيين. يا مدام انتوا فعلا اللي هتبقوا الورثه الشرعيين، بس ده امتى؟ بعد ما يصدر ضدها حكم. انت شفتوا انها معترفه على روحها انها قتلته؟ يبقى هيطلع حكم عليه. ده القانون، لازم الحكم يصدر الاول عشان نعرف نعمل اعلام وراثه. الموضوع ما بيخلصش بين يوم وليله زي ما انت فاكره. مش قبل شهرين لما يتحدد له جلسه. شهرين؟ اه طبعا. غير الفتره اللي هننتظر فيها الحكم النهائي على زينب، يعني على الاقل محتاجين 6 شهور. طب والحاجه والفلوس بتاعت الراجل هتفضل مرميه كده؟ وما تقدريش تتصرفي في اي حاجه لان ده هيعرضك شخصيا للمساءله القانونيه. طب والعمل ايه يا متر؟ العمل عمل ربنا، لازم نصبر. نصبر؟ ده انا ابواب جهنم هتتفتح في وشي. انت بتقولي حاجه؟ لا ولا حاجه. طب ماشي يا متر، ماشي، الف شكر. خلاص ابقى تابعني بس باللي بيحصل. عناية. حاضر، تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام. وحشتني قوي. انا لحقت اوحشك يا سماح. انت على طول وحشت. هشوفك النهارده؟ هحاول والله يا حبيبتي، لو ما سافرتش اعدي عليكي. طب بقول لك ايه، انا هستناك تكلمني عشان في موضوع مهم جدا انا عايزاك فيه. موضوع؟ موضوع يا حبيبتي؟ لا، لما تبقى تيجي بقى هبقى اقول لك. يلا باي باي. بس انا ما سكتش، انا فضلت ورا سيدنا الشيخ لغايه اما قال لي على كل حاجه. واتضح يا اختي قال ايه؟ قال ايوب هو اللي دافع لي مصاريف العمره، وهو كمان اللي دفع مصاريف القرض اللي عثمان خده من الجمعية الشرعية. أيوب عمل كل ده؟ آه، ولولا أن سيدنا الشيخ شافه في الفرح بتاعك وعرفه ما كناش يا دنيا عرفنا لغاية دلوقتي إن هو اللي عمل ده كله. لا وإيه كمان؟ امسكي. إيه؟ بعتلك فلوس النقطة دي. وأيوب يجيب الفلوس دي كلها منين؟ لا أنا مش مطمنة. لا اللي هو يعرف يجيب الفلوس دي كلها، ايه اللي وقع الوقعه دي من الاول؟ والله يا بنتي العلم عند الله، بس انا مش هسكت، انا همسك ايوب واقرره واعرف منه هو جاب الفلوس دي كلها منين. اه بس سيبك انت من ايوب، قولي لي ايه؟ فرحي قلبي. حسن بس بقى يا موه بقى يا بيه. Thank you.
تحب اقوم احط لك تدفح؟ تدفح؟ هو اللي انت بتعمليه ده بجد؟ امال يعني ههزر معاك؟ اه بجد. مش قادر اصدق ان انت البنت اللي انا حفيت علشان اتجوزها. ما انا قلت لك مليون مره بلاش. البس بقى اللي هيحصل فيك. واخرتها يا اسماء. بص يا عزت، انت ليك عندي ان اراعيك واشوف طلباتك من اكل لغسيل تنظيف بيت مواعين كده يعني. كده اكون مش مقصره معاك في حاجه، ها؟ لكن غير كده ما تطلبش مني حاجه تانيه. فيك الخير والله. وانا مش عايز حاجه يا اسماء. انا ايه منام. عايزه تشيلهم من دماغي. يعني هما يا سمية كانوا شالوني من دماغهم عشان انا اشيلهم من دماغي؟ يا بنتي انت اكبر من انك تفكري كده. ده انا كبرت مخصوص عشان اوصل واعمل كده. الناس دي في بيني وبينهم حساب كبير قوي ولازم اصفيه. اسمعي انت بس اللي انا قلت لك عليه. الناس اللي جايين دول لازم تفهميهم كويس قوي هما رايحين يعملوا ايه بالظبط، عشان انا بصراحه مش عايزه انحر قلبي معاهم في شرح. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ عموما اللي رايحك. بقول لك ايه؟ مش شايف ان حوار الفلوس اللي امك بتقول عليه بتاع ايوب ده غريب شويه؟ غريب ويقلق. ويقلق ليه؟ مش جايز الفلوس دي تكون حرام؟ واعلم ولو؟ اه عثمان، هو انت سرق الفلوس دي ولا مديت ايدك في جيب حد؟ وبعدين مش الفلوس اللي انت خدتها من الجمعيه رجعتها تاني؟ اه. طيب يبقى انت كده معلكش وزر اخويا. لا لا لا، لازم برضو نعرف الفلوس اللي بيصرف منها دي جايبها منين. الله العظيم يا ريت الفلوس دي تطلع حلال، ساعتها ورحمه ابويا ما احله غير لما يشغلني معاه ونقب بقى يا اخي على وش الدنيا بدل ام البعكوكه اللي احنا مدفونين فيها دي. طب يلا يلا خلص شاك وحصلني على الورشه بدل ما نجيب ضرافها ببطرك ده. يلا يا عم. هي واقفه عليا، اشرب سيجارتي وشاي واحصلك. انت لسه بتفكر يا ابني؟ اسمع مني، اللي قلت لك عليه ده هو اللي هيجيب رجله وهيخليك تعرف اذا كان هو اللي ورا الحوار ولا لا. انا متاكد ان هو. ومتاكد ازاي بقى؟ عشان اللي اسمه باهر ده كان شغال في نفس البنك اللي كان شغال فيه ايوب قبل ما يسيبه ويشتغل في بنك تاني. يعني اكيد كل ده مش صدفه. يبقى اللي قلت لك عليه اسلم حل عشان تعرف تضغط عليه. انت مجنونه؟ عايزاني اسلط عليه ناس واخطفه وعرقبه عشان يتكلم؟ وفيها ايه يعني؟ ما هو جاب لك قبل كده ناس وعملوا فيك كده. بس هو كان عنده حق، عشان كده ما قدرتش افتح بوقي. ده غير ان صباعه تحت درسه. يا لازم اللعب معاه يكون بالراحه وبالاصول، ولازم الاقي حاجه اضغط عليه بيها ويجيب الفلوس ويفضل كارت الضغط ده معايا وكل واحد يروح لحاله. لكن اجيبه بقى وعرقابه هستفاد لما يموت في ايدي يعني، وممكن ما يتكلمش اصلا. ما تبيش غشيم. طب انت هتعمل ايه؟ هو مش حسن مات خلاص؟ يبقى خلاص انا عرفت انا هعمل ايه. يا ميرفت. نعم. تعالي خدي احمد ينام جوه. حاضر يا ستاني. الأخبار يا متر؟ طمني، القضية وصلت لفين؟ زينة بتحدد لها جلسة وهنشوف الحكم هيتحدد امتى. يا رب نخلص بقى. طب بقول لك ايه يا متر، هو انت ما سمعتهاش بتقول اي حاجة كده في التحقيق؟ حاجة زي ايه؟ اي حاجة يعني. اشوف حد يخلينا نطلع على محضر النيابة ونشوف. او النبي يا متر تعمل كده؟ ولا اقول لك هاتلي المحضر وانا هقراه، تلاقيك انت برضو مشغول. يا ستي متشكرين، الله يريحك. ماشي يا متر، الف شكر. حاضر. ارمي البنت دي بره وفهمها انا لو فتحت بقها هيتعامل معاها غلط.
سبحان الله البيت ده نضيف نظافة وشيك شياكة، بس هما لو يرموا الزبالة أول بأول برة ريحته هتبقى أنضف كتير. انتي اللي جايبك هنا عايزة ايه؟ انت صوتك ده ما يطلعش إلا بأمر مني. أيوة يا بريزة، في ناس هاجموا فوق على الست رغدة وشكلهم ناويين على الشر، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ حاضر حاضر حاضر. فاكرة يا رغدة؟ فاكرة ساعة ما جيتيلي الحارة عشان تتشفي فيا وتستقوي عليا بفلوسك؟ فاكرة ساعة ما قلتيلي وطي على رجلي بوسي أنا قلتلك إيه؟ قلتلك ساعتها أنا رجلك دي هقطعهولك، وأنا جاي النهاردة عشان أفكرك. أنت جاي النهاردة تاخدي بطارك مني؟ دار ايه يا عبيطة؟ انا جاية النهاردة عشان اخد حقي. بس الظهر عليكي بقى انك ما تعرفيش الفرق بين الطار والحق. الطار بيتاخد على القلب، يعني قلبة وقومة، انما اخدان الحق ده صنعة ومعلمة. وانا جاية النهاردة عشان اخد حقي وافتح معاكي حساب طويل قوي مش هيخلص الا بموت واحدة فينا. كفاياك يا سواد بقى يا شيخ. حوش حوش، شوف مين اللي بيتكلم عن السواد. انت هتعمليهم عليا يا بنت؟ بقولك ايه، اللي انا عملته معاكي كان رد على اللي انت عملتيه فيا، يعني انا وانت خلاص خالصين. مين دول اللي خالصين؟ لا يا حبيبتي احنا مش خالصين. عارفه ليه؟ عشان الفيديو اللي انت خليتي حسن يصوره لي، اللي هو السبب اصلا في اني جايه لك النهارده عشان افتح معاكي الحساب ده. ما انت اللي كنت رخيصة. رخيصة؟ ليه؟ هو أنا اللي رحت بعت لحمي بملاليم؟ هو أنا اللي رحت وأنا لسه عدتي ما خلصتش رميت نفسي في أحضان حتة خرتيت ما يسواش في سوق الرجالة تلاتة تعريفة؟ أنا اللي بعت الراجل اللي لمني من الشوارع وعارض أهله كلهم وجوزني غصب عنهم؟ شوف مين اللي بيتكلم عن الرخص. طب انت عايزة ايه؟ اللي انت عايزاه انا هعملهولك، بس سيبيني في حالي، ابعدي عني انا وابني. ما انا هسيبك في حالك، بس بعد ما امسح الفيديو اللي انت خليتي حسن يصورهولي. ما عملتش بيه حاجه، انا مسحته والله. لو كنت عايزه اعمل بيه حاجه كنت عملتها، بس انا مسحته. مسحتيه بعد ما جرستيني في الحاره كلها، وانا جايه بقى النهارده عشان اصورك فيديو احلى منه. ومش هعرضهولك في الحاره بس، لا ده انا هعرضهولك على الفضائيات وفي الكافيهات، وهنزلهولك كمان على الفيس، وحصياتك يا بنت الطلب هيبقى عليكي كده. يلا يا رجاله شوفوا شغلكم معايا. ايوب الحق، البنت ميرفت بتقول ان في واحده اتهجمت على رغده ومعاها رجاله. ابني كده تليفونك رجع جديد، لا تكوني نسيتي تمسحي حاجه كده ولا كده. انا على العموم امنت نفسي يعني. بالمناسبه ايه رايك في حته كده النسا اللي انا وريتها لك دي دلوقتي؟ خلي بالك خلي بالك، عشان انت لو ما عقلتيش انا هدوقك القمر، ولو فتحتي بقك او نطقتي او فكرتي حتى تردي اللي اتعمل فيكي ده، اعرفي كويس قوي ان انا هجيبهم لك واجي تاني، وساعتها بدل الفيلم هيبقوا فيلمين. خلي بالك من نفسك يا قطه. برضه ما بيردش. سيبيه يا براحته، ممكن في ايده مصلحه كده ولا كده. ما توجعوش نفخنا بس ايوب ده بقى. ما تسيبه يا عم اتكلمه، مش يمكن نطلع منه بمصلحه ونهب بقى على وش الدنيا. هو ده كل اللي يهمك؟ امال ايه يعني اللي هيهمني ياما غير اللي حليح؟ تعرفش تحمد ربنا انت ابدا، تتعب.
يا عم حامدين وشاكرين وراضيين، بس ما فيهاش حاجه برضو نطمن. بس انا قلبي مش مطمن، مش عارفه ليه كده، خايفه لا يكون ايوب ماشي في سكه حرام. خبيش عليك يا أم، انا كمان عندي نفس القلق ده. انا مش قصدي حاجه، بس الراجل دخل السجن يعني اكيد عارف ناس شمال كتير، ممكن حد يكون خده في سكه كده ولا كده والحوجه مره. يا جدعان انا مش عارف انتوا واجعين دماغكم ليه. ايوب ده لو ماشي في الحرام فلنفسه، ولو ماشي في الحلال فلنفسه ولينا. قدي امي ايه؟ امي يا ابن الكلب من هنا. قوم مالكش طف. يا ماما خلصتش امشي يا واد. استغفر الله العظيم، مش عارف انا ابنك ولا ابن خالتك ولا ايه. امشي. اعمل فيا اي حاجه بس ما تاخدوش مني يا رب. والنبي يا رب. والنبي يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. دلوقتي عرفتي ربنا؟ لسه راغدة، عقاب ربنا جاي. أيوب 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 الحقني يا أيوب، الحقني يا أبوس إيدك الحقني. مش طايق أسمعك ولا أبص في وشك بعد ما انت عملتيه. اللي انا عملته يا ايوب، انا عملت ايه؟ اللي انا عملته انا حفظت بيه على ابنك. حفظت على ابني فكتبتي باسم واحد تاني؟ كنت عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا مرميه في الشارع خارجه من المستشفى بموت وانت في السجن؟ واللي اتسجنت بسببها رمتني في الشارع زي ما رمتك ورمت امك رمتني في الشارع، سابتني اكله بس سكاكين هشوف لحمي. حتى عمتك انا كنت بسمع ولادها بوداني بيشتكوا من تقل حملي عليهم. انا مش رميه على حد يا ايوب. ما تحلليش اللي انت عملتيه يا راغده، انت ارخص مما كنت اتوقع. ارخص ليه يا ايوب؟ انت نسيت؟ نسيت اني كنت شايله اسمك؟ نسيت اني صنت بيتك؟ نسيت اني كنت شايله امك؟ انا لو عملته ده عملته غصب عني، ما كانش قدامي حل تاني. عملته عشان كنت مكويه بنار. قبل ما تحكم عليا حط نفسك مكاني، كنت هعمل ايه؟ اعمل ايه وانا شايله ابنك في بطني ومش قادره اصلب طولي؟ ما كانش قدامي حل، ما كانش قدامي غير اني اموت انا واللي في بطني، او اني امسك في اول ايد اتمدت لي. دي النتيجه، انا حافظت على ابنك، انا حافظت عليه وعايشته احسن عيشه. انت الكلام ده تروحي تتحكي بيه على حد غيري. ابني ابني لو كان مكتوب له ان هو يعيش وكل الناس دي عايزه تموته كان هيفضل عايش. إرادة ربنا اللي انت نسيتيها كنت استحملي، استحملي بدل ما ترمي نفسك وتبيعي نفسك وعرضي واسمي وابني وتروحي تتجوزي في الحرام وعدتك لسه ما خلصتش. كنت عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد ما كل الناس داست عليا وبعتني؟ حتى انت بعتني، انت بعتني يا ايوب، انت طلقتني من غير حتى ما تشوف وشي وترمي عليا اليمين في وشي من غير حتى ما تعرف ايه السبب. معقولة انا طلقتك عشان انت طلبتي الطلاق وبعتي لي الورقة وانا في السجن؟ ابني فين؟ معرفش والله ما اعرف. اختك سماح، اختك سماح خدته، اختك جابت لي رجاله هنا اغتصبوني وصورتني معاهم. ابني فين؟ والله ما اعرف. والله ما اعرف هو فين.
كنت هنا يا أيوب بعد أختك ما عملت اللي عملته؟ أغمى علي، أنا لسه فايقة دلوقتي. أختك خدته، أختك خدت أحمد. رجع لي ابني يا أيوب. ابني لو جرى له حاجة روحي، طلوع روحك منك مش هيكفيني. دامي دامي دامي. ألو ألو، أنت كل ده لسه مرجعتش؟ راجع بكرة. أنت تلفوني كان مقفول لي يا سماح. معلش، أصلي كنت في مشوار مهم ورجع مودي حلو قوي. يا ريتك كنت هنا يا بيبي. وانت كنت فين كده محللك مودك؟ أصلي كنت بزور مرات أخوي، كنت بطمن عليها هي وابنها. طمنتي؟ اطمنت قوي قوي. يا ريتك كنت هنا يا ياسو. يلا تعالى بقى بسرعة، أنت وحشني قوي. فعلا. أنت لسه بتسأل؟ طب أقول لك على حاجة، تعال انت بس، ولما تيجي انا هعرفك انت وحشني قد ايه. ماشي، لو جيت بكره هعد عليك. خلي بالك من نفسك. لسه دورك جاي انت كمان. لحد ما رجع ابني، إذا ما عرفتش هرجعه هخليكي تندمي على كل لحظة بعتيني وبعتي فيها ابننا بالرخيص. سامحني يا أيوب، سامحني والنبي، أنا عايزة ابني أيوب. رجعه لي، رجع لي أحمد يا أيوب. أيوب أيوب. مش قلت اللون ده يتحط واحد مكانه جديد؟ الوان ايه بس دلوقتي؟ اللي انت مستنياه وصل. مين اللي انا مستنياه؟ ايوب بره وعايز يشوفك. محتاج استاذن ولا ايه؟ لا خالص، ده انت تنور اي مكان، سيبينا لوحدنا دلوقتي. انا كنت مستنيه الزياره دي من زمان بس اتاخرت شويه. انت اللي استعجلتي قضاكي بعد اللي عملتيه. انا كنت شايل حسابك للاخر. حساب ايه يا ابو حساب؟ ما انت خلاص خدت حقك وزياده على السطوح. يوم ما كنت هتموتني في ايدك ولا نسيت؟ لا فاكر، وفاكر كويس ان حسابك لسه ما خلصش. الواد فين؟ واد مين؟ ابني فين؟ ابن مين؟ ابني فين؟ ولا عايزاني مدي ايدي عليكي تاني؟ براحه عليا بس كده ايوب، فهمني بالراحه. قسما بالله لو قلت الواد فين لا تكون دي اخر ساعه في دنيتك اللي مليانه شر. انك تروحي الرغده ده كوم وتنتقمي منها وتصوريها، وانك تاخدي ابني ده كوم تاني. الواد فين؟ واد ايه؟ انا رحت الرغده عشان اخد حقي منها، لكن انا اصلا وديني معبد ما اعرف ان الواد اللي عندها ده يبقى ابنك. وبعدين انا ورحمه امي ما خدته. ما تجيبيش سيره امك، ما تجيبيش سيره امك وهي اللي دعوه بيها، فاهمه؟ طب ورحمه امي كمان مره؟ انا ما اعرف اصلا ان ابنك ما خدتوش يا ايوب. اعمل لك ايه طب عشان تصدق؟ يعني الواد فين؟ والله العظيم ما اعرف، راح دور على ابنك بعيد عني. مساء الخير. ايه ده؟ واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب.